فقال حتى لو أنت مخالف لكن لا يستطيع يقول أنت، قال حتى ولو كان شق البعير، يعني حتى أنت لا، هذا دين. ثم أنشد قال إن قومي تجمعوا وبقتله تحدثوا، لا أبالي بجمعه، كل جمع مؤنث. تقول جاء الرجال وجاءت الرجال، يعني جماعة الرجال، جمع تكسير، مفهوم؟ هذا وهو على الضلال، فبالك إنسان على الحق، ها؟ تخفى؟ لا، نعم. قال والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. نعم، عندنا كتاب والسنة والإجماع. الإجماع هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، اتفاق خرج بهذا، وجود اختلاف لكن مستقل، اتفاق مجتهدي خرج بهذا العوام وأهل التقليد، هذا لا بال به، اتفقوا اختلفوا ما لهم علاقة، مفهوم؟ هذه الأمة خرج بهذا إجماع الأمم السابقة، لا انظر إليه. بعد النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهذا ما لو اجتمعوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى إقرار. إذا علم به النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذا إقرار من الله، وعلم به النبي صلى الله عليه وسلم أقر، وإلا إن لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم يقول علمه الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، على حكم شرعي. ما لو اجتمع على حكم عادي أو حكم يعني يقول مثلا أنه ما يمكن السفر من دون جواز سفر مثلا، يعني هذا ليس بإجماع أصلا. نعم، امشي. وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس، يعني جميع ما عليه الناس بالكتاب والسنة والإجماع. نعم، من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. نعم، والإجماع الذي ينضبط، لأننا عندنا إجماع يمكن ضبطه ويمكن حصر العلماء فيه، وهو ما كان عليه السلف الصالح، يعني القرون المفضلة الثلاثة. لماذا؟ لأن بعد هذا القرون المفضلة الثلاثة ما نستطيع جمع العلماء ونقول وندعي أنهم اجتمعوا، مفهوم؟ إذن الإجماع الذي انضبط ما كان عليه السلف الصالح، القرون المفضلة الثلاثة. نعم، والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. وانتشرت الأمة. نعم، هنا في النسخة عندي وانتشر في الأمة، أو انتشرت الأمة الصح هذا؟ انتشرت الأمة بعده. نعم. نعم. ثم هم مع هذه الأصول. ثم مع هذه الأصول ماذا؟ نعم. يأمرون بالمعروف. يأمرون بالمعروف. يأمرون بالمعروف يعني لم يتركوا الأمر بالمعروف، وهذه الأمة استحقت أن تكون أفضل الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. بماذا؟ قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم، لكن أمر بالمعروف ونهي عن المنكر كيف؟ قال على ما تقتضيه الشريعة، أنه قد يكون الأمر بالمعروف ليس أمرا بالمعروف، فضيحة. هناك فرق بين الفضيحة والنصيحة. نعم، لابد أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر على وفق الشريعة. نعم، وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، يعني ليس على خلاف الشريعة. إذا لابد يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجب الشريعة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بال أعرابي في المسجد قال لا تزرموا، تكلم معاذ بن الحكم السلمي رضي الله عنه في الصلاة قال فوالله ما زجرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. كان قبل هذا أذنب وأصبح بعد الذنب طالب علم، قال يا رسول الله إن كنا في جاهلية وأتانا الله بهذا الإسلام، بدأ يتعلم. أي نعم، وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. لماذا؟ لأنه رأى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجب الشريعة. نعم، ويرون إقامة الحج يرون إقامة الحج
ما يمكن نترك الحج وإقامة الحج. ومنذ أن حج النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا لم يتوقف الحج ولله الحمد. وقبول الحج لا يتعلق قبول الحج إلا بما نعرف من شروط الحج وأركان الحج. أما الإمام أنه لا بد يكون خلف معصوم وخلف كذا وخلف كذا، هذه ليست من شروط الحج. نعم، يرون إقامة الحج والجمع والجماعات خلافا للمخالفين لأهل السنة. نعم، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. نعم، ويحاربون ليس له علاقة الخليفة، ليس له علاقة سواء كان بار أو فاجر، ليس له علاقة بصحة الحج. نعم، ويحافظون على الجماعات. يحافظون على الجماعات، وقد تقدم معنا صلاة الصلوات المفروضة وصلاة الجمعة والعيدين وغير هذا. نعم، ويدينون بالنصيحة للأمة. يدينون يعني يعتقد أهل السنة والجماعة أن النصيحة دين يتقرب به لله سبحانه وتعالى. نصح لكل مسلم، يعني ترى من أخيك شيء اخطأت وتنصحه، تعتقد أن هذا دين يتقرب به لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: إذا كنت لا تحب لأخيك ما تحب لنفسك أنت مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. يدينون يعني يعتقد أهل السنة والجماعة أن النصيحة دين يتقرب به لله سبحانه وتعالى. نصح يعني ما يمكن ترى من أخيك شيء وتترك هذا النصح، لكن النصح يكون على ما توجب الشريعة. نعم، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. هذا هو، إذا لابد أن نتعاون، لابد أن نتفق، لابد أن نجتمع على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، نتناصح ونكون يد واحدة. نعم، وشبك بين أصابعه. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. نعم، إذا ما يمكن أن يكون عندنا عضو ويبقى باقي الأعضاء لا تساعد هذا العضو أو لا تشعر به، إذا لابد نكون أمة واحدة، نتراحم، نجتمع، نتناصح، وبهذا تسير الأمة. نعم، ويأمرون بالصبر عند البلاء. يأمرون بالصبر عند البلاء. وقسم العلماء رحمهم الله تعالى الصبر إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله حتى تؤدى، وصبر عن معصية الله حتى تجتنب، وصبر على أقدار الله. يأمرون لأن الصبر عند الابتلاء واجب بإجماع الأمة، ولهذا يأمر به. نعم، والشكر عند الرخاء. الشكر عند الرخاء، لأن ليس الإشكال حال الضراء، لأنه في الغالب حال الضراء الإنسان يلتجئ إلى الله، بل الكفار على ما كانوا عليه من الكفر والضلال إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين لهم. الإشكال كل الإشكال حال السراء. وقليل من عبادي الشكور يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فلما رآه مستقرا عندها وقال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. الشكر عند الرخاء. نعم، والرضا بمر القضاء. إذن عندنا حلو القضاء وعندنا مر القضاء، لابد أن ترضى بالقضاء والقدر خيره وشره. نعم، ويدعون إلى مكارم الأخلاق. يدعون إلى مكارم الأخلاق. يقول بعض العلماء رحمهم الله: لو لم يصنع النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل الأعداء، عامل الكفار بحسن الخلق، لكفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قضى عليه. أي نعم، وإنك لعلى خلق عظيم، كان خلق القرآن. وإن المسلم ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم، يعني بحسن خلق تدرك درجة الصائم الذي يصوم ولا يفطر، والقائم الذي يقوم الليل ولا، بماذا؟ بحسن الخلق.
ثم الكلمة خارجة منك خارجة، صح؟ يخرج عليها تخرج كلمة طيبة، لماذا تجعلها تخرج كلمة قبيحة؟ صحيح؟ يدعون إلى مكارم الأخلاق. نعم. ومحاسن الأعمال. محاسن الأعمال، يعني الآن مثلا يأتي ويريد الحج، يختار إيش؟ يقول عندنا تمتع وإفراد وقران، يأتي بأعلى شيء، مفهوم؟ أي نعم. يعني عندما يأتي يريد يصلي، قال تصلي ماذا؟ قال صلي صلاة الظهر. صلاة الظهر لها سنة راتبة، سنة قبلية وسنة بعدية. قال أعلى الأعمال هي المكان عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، أمشي. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. نعم، وبهذا نعرف أن الإيمان يزيد وينقص. نعم. ويندبون إلى أن تصل من قطعك. الله أعلم خطأ هذا. يقول تصل من قطعك، المفروض تصل من وصلك. لا، ليس الواصل بالمكافئ، تصل من قطعك، لأن عندما تصل من وصلك أنت تكافئ الآن. تصل من قطعك، يعني هذا أقرباء يقطعوه ولا يكلموه، قل والله ما أكلمه. لا، من أهل السنة، نعم طبق، تصل من قطعك، أما تصل من وصلك لا لا، ها أنت تكافئ الآن، مفهوم؟ فلا يأتي إنسان يقول أنا من أهل السنة وبعد هذا إيش يقطع. لا، ليس معنى هذا أنه يخرج يعني يكفر، لا، لكن لابد يطبق هذا، تصل من قطعك. نعم. وتعطي من حرمك. لا، نعم، لأنك لو تعطي من أعطاك معنى هذا أنك تكافئه، لكن تعطي من حرمك. نعم. وتعفو عن من ظلمك. تعفو عن من ظلمك. العفو لابد له من شرطين، الأول يكون عن قدرة، والثاني يراد به الإصلاح، يكون عن قدرة. يعني مثلا هذا الشيخ، يعني قدر الله عليه وظلم أمير من الأمراء، فهذا جاء للأمير قال يا أمير عفوت عنك، يقول لأنك جبان ما تستطيع تصنع شيء، صح؟ أي نعم، لكن لو الأمير قال لهذا ترى عفوت عنك، يقول جزاك الله خير، هذا عفو لأنه قادر، صح؟ أي نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم عفى عن كفار مكة. الثاني أن يكون يراد به الإصلاح، لأن هناك عفو يراد به الإفساد. فهذا الشيخ اطلع على طالب هدانا الله إياه لديه متفجرات، وقال لا تبلغ عني، عفو عني، قال عفوت عنك. طيب عفوت عنك بكرة ممكن يفجر أهل السنة كافر، صح؟ أي نعم، ما يصير، هذا يراد به الإفساد. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. نعم. ويأمرون ببر الوالدين. يأمرون ببر الوالدين للقطيعة، والبر يرجع فيه إلى العرف ما لم يخالف الشرع. نعم. وصلة الأرحام. وصلة الأرحام، نعم. وحسن الجوار. حسن الجوار، لأن الجيران ثلاثة، جار مسلم قريب، له ثلاثة حقوق، حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة، وجار مسلم له حق الإسلام وحق الجوار، وجار كافر له حق واحد، حق الجوار. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتراءى نارهم، الأصل أنه ما يكون بجوار الكافر. نعم. والإحسان إلى اليتامى. الإحسان إلى اليتامى، اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ، مات أبوه ولم يبلغ، بلغ ليس بيتيم، ماتت العائلة كاملة إلا الأب، هذا ليس بيتيم. نعم. والمساكين وابن السبيل. نعم، إذا أطلق جاء عندنا ذكر المساكين فيدخل فيهم الفقراء المساكين، والمسكين هو الذي أسكنته الحاجة، الفقير لا يجد شيء أو يجد أقل من نصف العام، والمسكين هو لا يجد ما يكفي للعام كامل لكن يجد أعلى من الفقير، يعني أجد أعلى من نصف العام. مثال يعني هذا يقول أنا تكفيني نفقة في هذا المكان 12 ألف، هذه مدة كم؟ سنة،
لدي 12,000 فهو ايش؟ غني، مفهوم؟ طيب لدي 7,000 يتبقى عليه كم؟ 5. إذن هذا مسكين. لدي 5,000 يتبقى عليه 7,000 فهو لم يجد شيء، فهو فقير. نعم. وابن السبيل، ابن السبيل نسب، لم ينسب إلى الأب، نسب إلى الطريق، لأنه خرج عن بلده. قد يكون في بلده غني، لكن هو عندما خرج عن بلده الآن أدركته حاجة فنسب إلى الطريق، إلى السبيل. نعم. والرفق بالمملوك، كل مملوك ترفق به، سواء كان من العبيد، من الجواري، من الحيوانات، من البهائم. نعم. وينهون عن الفخر، وينهون عن الفخر كما يفخر بعض الناس بالأحساب، هذا من أمر الجاهلية، يقول أنا من آل البيت، أنا كذا وأنا كذا، مفهوم؟ أي نعم. والخيلاء، والخيلاء نعم. والبغي، نعم. والاستطالة والبغي على لأن الكبر قال غمط 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 الحق وظلم الناس، فيرد الحق ويظلم الناس، هذا متكبر، نسأل الله عافية السلام. نعم. والاستطالة الترفع على الخلق، لكن قال الاستطالة على الخلق بحق وبغير حق، لأنه لا يوجد عندنا استطالة وترفع على الخلق بماذا؟ بحق. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منه وبطن والإثم والبغي، قال إيش؟ بغير الحق. لماذا قال بغير الحق؟ هناك بغي بحق؟ لا. ولهذا ذكر لك هنا المؤلف رحمه الله قال البغي بحق وبغير حق، كله بغي ولا يصح. أراد أن يشرح الآية وأراد أن يبين لك أن الآية قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق، أراد أن يبين أن هذا هنا في الآية يسميه العلماء صفة كاشفة تكشف لك البغي، أن كل البغي بغير حق، مفهوم؟ نعم. وأن تشركوا بالله، طيب قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، هل يوجد شرك أنزل الله به سلطان؟ لا، هذا يسمي العلماء صفة كاشفة لا مقيدة. نعم. والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. نعم. ويأمرون بمعالي الأخلاق. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، لم يقل حسن، بمعالي الأخلاق. نعم. وينهون عن سفسافها. نعم، لا بالفعل ولا بالقول ولا بالاعتقاد. نعم. وكل ما كل هذا الذي يأتي به السنة والجماعة من أقوال وأفعال واعتقاد. نعم. وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، لا مبتدعون، فهم في هذه الطريقة يتبعوا الكتاب والسنة ويسيروا على ما جاء في الكتاب والسنة، وقلنا هذا الميزان أصلا. نعم. لأنه بعض الناس قد يقول لك الآن لا، المفروض تصنع كذا، تغير الوضع، تغير الزمن، تغير كذا، نقول لا، إحنا نتبع ولا نبتدع. نعم. وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، هذه طريقة أهل السنة والجماعة الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخاص عن الشوب، الخالص، الخالص عن الشوب، هم أهل السنة والجماعة. نعم. وفيهم الصديقون، وفيهم الصديقون والشهداء. واحدة واحدة. نعم. الصديق هو الذي يصدق أولا مع الله في أقواله وأعماله واعتقاله، ثم يصدق مع عباد الله أنبياء الرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم بعدهم قلنا أبو بكر رضي الله عنه لأنه هو الصديق رضي الله عنه، الصديقين والشهداء، إما شهداء المعركة أو العلماء، علماء شهداء، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم.
والصالحون هم الذين أصلحوا ما بينهم وبين الله بفعل أوامر واجتناب النهي، وأصلحوا ما بينهم وبين عباد الله ما تعدوا على العباد، هذا صالحهم. خلاص. طيب، فالصديق صديق وشهيد وصالح، والشهيد شهيد وصالح، والصالح صالح، مفهوم؟ نعم. وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون ومنهم أعلام الهدى، نعم، ومصابيح الدجى، أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال. نعم، فيهم الأبدال، يعني هؤلاء من يجدد لهذه الأمة. ونحن نعلم قطعا أن المعصوم من عصم الله أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام فقط، لكن هؤلاء علماء يجددوا يعلموا الناس. نعم. ولا يلزم أن لا يكون، ولا يلزم أن يأتي بعض الناس يقول هذا مجدد واحد، قد يجتمع أكثر من مجدد ولا إشكال. نعم. نحسبهم كذلك، والله حسيب ولا يزكي على الله أحد. نعم. وفيهم الأئمة، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نعم. أولا، الطائفة والفرقة شيء واحد، ناجية من عذاب الله في الآخرة، وناجية من بدع الهواء في الدنيا. وهذه الفرقة ليست، أو الطائفة ليس لهم، يعني غير مخصصين لا بقبيلة ولا بعشيرة ولا بمكان ولا بزمان. هؤلاء لديهم عمل، اتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليه السلف الصالح، يخذلون ويخالفون. ولهذا لو جاءنا بعض الناس وقال والله يا خذلني أصحابي خالفني، يقول الحمد لله، هذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يخذلون ويخالفون. طيب، حتى تقوم الساعة، أي إلى قرب قيام الساعة، لأن لا تقوم الساعة للصلاة والسلام إلا على شرار الخلق. نعم. الآن انتهى المؤلف من العقيدة، هذا هو شيخ الإسلام، وألف في عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم بعد هذا إيش يقول؟ نسأل الله أن يجعلنا منهم. سبحان الله، هو من ها؟ لماذا أقول بعد أن يؤلف في العقيدة وهو شيخ الإسلام يقول نسأل الله أن يجعلنا؟ لماذا؟ أراد أن يتبرأ من حوله ومن قوته، وما قال أنا الشيخ الإسلام وأنا العالم الرباني السلفي أسد المنابر الخطيب المسقع وكذا، مثل ما يصنع بعض الشباب هدانا الله إياه. ما يمكن أن تتبرأ من طريقة السلف، الذي يتبرأ من طريقة السلف قال هذا استتاب، لأن السلف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال لفاطمة رضي الله عنها قال ونعم السلف وأنا لك. فإذا قال أنا بإذن الله أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد أنا أسير على طريقة السلف، ما في إشكال، بل ما يمكن أن أتبرأ من طريقة السلف. أما يقول أنا السلفي وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، عجب الغرور، لا. أو يقول لك بعض الناس يقول إذا أنا لست بسلفي لا أدري من السلفي مثلا، ويقول أعرف السلفية قبل أن تولد، وأنا سلفي أبا عن جد مثلا، أو قح أو كذا، لا. هذا شيخ الإسلام، وانظر ماذا يقول بعد أن ألف في معتقد أهل السنة والجماعة، وهو شيخ إسلام إمام شهادة الأمة لهم اتقوا الصلاح، يقول نسأل الله أن يجعلنا منهم، تبرأ من حوله ومن قوته. نعم. نسأل الله أن يجعلنا منهم آمين. نعم. وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. نعم. وكما صلى في أول الرسالة صلى في آخر الرسالة، وحمد الله سبحانه وتعالى. نعم. ودعا. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله على نبي محمد وآله وصحبه وسلم.